بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المشاهد، مرحبا بك في حلقة جديدة من حلقات وجه آخر. ذهبت باحثا عن وجه آخر لضيفي في هذه الحلقة فوجدت وجوها كثر. أنا سعيد بتلك كل الوجوه. أنا سعيد باستضافة صديقي الشاعر والكاتب والقاص محمد خير. مرحبا بك يا محمد. مرحبا، كل عام وانتم بخير. كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيبين. أبدأ معك من أم درمان يا محمد. أم درمان عندها وجوه كثيرة. في وجه شافه محمد الواثق في أم درمان تحتضر، وفي وجه شافه كمال الجزولي في أم درمان تأتي عند الثامنة، وفي وجه آخر شافه أستاذنا عبد الله حمد الله ووصمها بأنها مدينة مصنوعة. أنا دار أشوف أم درمانك أنت، أم درمان محمد خير. أنا طبعاً أم درمان ارتبطت عندي بصيبة، وصيبة ظاهر ونظر، ولحد الآن بتحن له يعني أشواقي، وبتحج له ذاكرتي يومياً. أنا تفتحت عيوني على أم درمان وأنا صبي صغير. كنا نعمل يوم الجمعة أنا وابن خالتي مبارك، أنت تعرفه جيدا، مع والده المرحوم علي جن في الجزارة، وكان عمرنا لا يتجاوز 10 سنوات أو 11 سنة. فمن تلك الفترة مرورا بفترات طويلة دخلت أم درمان وانعجنت في داخلي، وانصهرت معها وانصهرت معي، وسافرت بها وعادت معي. شنو الوجه شفته انت ام درمان ما شافه الناس ديل؟ انا شفتها في ام درمان كرة القدم في الستينات، دي شاهدوا يدو الناس كلهم. لكن انا بالنسبة لي كنت لما اجي استاد المريخ وانا طفل او دون 13 سنة، يعني كنت بشعر بخفقان في قلبي مستمر لحد الكرة ما تنتهي. شاهدنا الوقت داك جقدول وماجد، شاهدنا شبر، وشاهدنا إسماعيل، وشاهدنا الوقت داك انت من الرخابي. الله لما الرخابي طبعا انا طول الخط يعني الى الان وبسمي المريخ، دائما بقول انه المريخ هو الضفة الاخرى من الروح. نعم. في الفن كان في شنو يا محمد الوقت ذاك؟ يعني في وجه الوجه الفني اللي كان بارز في أم درمان. الوجه الفني اللي كان بارز في أم درمان هو يعني كانت أم درمان بتتجمع حول حقيبة وحول حداثة وحول تطلع لشكل جديد في الغنى. في الحقيبة موروث الخلوه كرومة وسرور، في الحداثة كانت ملتفة حول إبراهيم عوض. حتى يعني معظم الجيل الناشئ الحداثيين كانوا بيشقوا شعرهم. يعني انت حصل شقيت؟ لا انا ما شقيت شعري، انا شقيت أم درمان بالطريقة شقيت روم. يا محمد، الوجدانيات يا أم درمان دي الناس كلها عبر عنها شعر. أنا ما سمعت لك حاجة عبرت عن حبك. طيب أنا أقول لك يعني حاجة تدلل على ارتباطي الوجداني بأم درمان. أنا مرقت من السودان سنة 91 وعدت سنة 2003، وجيت السودان بالصدفة، ما كان حاجة مخططة يعني، بعد يعني 11 سبتمبر. فجيت السودان ولعل كنت في استقبالي انت. قبل انا ما اجي السودان بثلاثة يوم كنت بتصور انه انا راكب تاكسي وقاطع كوبري أم درمان وخاش على أم درمان وانا في تورونتو في كندا. فقلت من الليل ملتخ بالكوابيس والسهر، فجيت رؤاي قالت سوق الناقة والناس والخضار، وقطعت حي البسطة مرفوع الكلام، ودمي ينبح ويندهك، تعوقت في عيني اليمين جوا الشمال،
من قلبي كان نازل مطر لون المطر كان بيشبهك. الله إذا مرتاح شجاي صبح الحزن مليان ضحك وجاني المنادي نادي بيك وسردت زي الضوء عليك وصرخت يا جنة بلال عالجني يا عبد شرف وسامحيني يا استاذ الهلال. جميلة جميلة. زهت الفتيحات بالشمس واتبسمت بانت على وش كدوك والعرضة غنت من مطامير الحقيبة الساطحة هم ما بيشبهوك. من يوم ولدت العاشقين ما شفت يوم بيتناسبوك. عشق المدن تور علي جرح الغرام وانا الغرامي بيكي اشتاقك ويندهك وتلملم بنود فريق العرضة غنن من شعر ناصب صلاح. يا الله لزمني الجراح انا ما حبي السجن التلج لكني مطلوق الصراح والموردة بتلعب على قلبي المورد بغناك. يا سلام جميلة محمد. التجربة دي يعني شعر وجزء منها كورة وجزء منها غنى وفي تجربة أخرى متزامنة معاه هي تجربتك في العمل في الجزارة. يعني أنا بندهش جدا ونقرأ أعمدتك حول الجزارة واللحم وكده وفي نفس الوقت تسمع الغنى والشعر ده. كيف قدرت توالم بين العالمين ده؟ والله أنا أفتكر أنه ارتباطي من بدري جدا بمجتمع الجزارين وسع خيالي. لأن أنا كنت بقعد مع جزارين ما بيتكلموا في أي شيء غير البهايم. يعني إذا كان مثلا قاعدوا على المغرب كده يشربوا شاي ويتونسوا بيتكلموا على الضبحة بتاعت بكرة وبيستعرضوا ضبحة الليلة. ده كان حاجة مخيفة يا حمد. يعني إذا زول يتكلم مثلا عن عبد الله الطيب ولا الصادق المهدي ولا بتاع بيعتبروا ده كلام خارج النص تماما. يعني المهم أنه بعدين بيوصفوا البهيمة دي بجمالية عالية جدا. يعني بجمالية ما طبيعية. أنا مداركي الشعرية ذاتها اتوسعت من وصفهم للبهايم. شايف؟ يعني أنا بتذكر عم علي ده مرة كان بيتكلم له عن عجلة ضبحها بعد ما يعني باع وانتهى وبيتكلم عن محاسن أنا بكيت. يعني حقيقة يعني. وبعدين كانوا هم ذاتهم يعني ناس تشعر بهم كده مطبوعين جزارين. وبعدين الجزارين دي طبعا فيهم صفات يعني هي استمدوها من التراب السوداني ده. الكرم الفياض. بمناسبة الجزارين بيعتبروا انه بعد ما يبيع لحمه ويقبل على اليوم الثاني مفروض يمشي الجزر وما عنده ولا قريش. يعني يكون لازم يكون صرف يعني عنوة اي مبلغ عنده بنايب. عكس الخضرجية. يعني انا ده في وقت باكر جدا في الصبا. انت كنت في ياتوفي. انا طبعا مع جزاري. شنو من الحكايات اللي سمحت لها انت وانت في 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 المهنة دي يعني؟ طيب رحمة الله علي يا عم علي. بتذكر كم مرة عم علي ده في جلساتهم العادية يعني جلسة العقاد عادية اللي هي طبعا عادية معناه مفروض يكون فيها كلام عن البهايم والضبحة بتاعت الليلة وبكرة. فعنده أخوه اسمه آدم. يعني شوف هو ذاته التقسيم بتاع المهنة. في الجزارين ده الناس بيبيعوا اللحمة. في ناس بيمشوا بيشتروا الروسين. في ناس بيمشوا بيشتروا الكبدة بس. وكل زول عنده مسالك بيعرف بيوزع بها الحاجات دي كيف يعني. فعم آدم ده بيبيع الروسين بس. بيشتروا الروسين بتاعت بقر وبكسرها بطريقه كويسه كده بيطلع منها اللسان وبيطلع منها وعنده زباينه المعروفين يعني. فبكسر الحياه دي زي 7 صباحا بيكون باع اي لسان وباع اي شيء واشترى لحمته وخداره وبتاع ورجع بيته. فبيتذكر بيتونس مع عم علي قال له انت بكره ضابح كم يا علي؟ قال له ضابح 6 تيران. قال له خلاص اشتريت منك الروسين. قال له جدا هم بيشربوا في الشاي بيتونسوا. فقام دخل يده في جيبه وطلع عليه 90 جنيه. الداعي اللي اشترى منه الراس ب15 جنيه. يعني الوقت ده الراس ب15 جنيه دي قروش كثيره جدا. فقام عم علي استغرب شال القروش خدتها في جيبه. بعد شويه قام قال له ها انت ماشي السلخانه ولا ضابحين ليك؟
قال لي لا ضبح لي، قال لي خلاص بضبح لك انا. قام دخل يده في جيبه ورجع له 90 جنيه، والكلام انتهى لي كده. قام عم ادم شال القروش ومشي بسرعه جدا، وعم علي ما اشتغل به ثاني. فقمت قلت له عم علي انت الرايد اداك 90 جنيه في الستة الرؤوسين، يعني كيف بسرعه ترجع له وتكسر البيعه كده؟ قال لي ما هو قال داير يضبح عليه. قلت له طيب ماله؟ قال لي وانت مجنون ده حيضبح عليه من هنا؟ يعني ما نوعه شيء الرقبة كلها. يعني شوف سرعة البديهة دي والتفاهم الرمزي بينهم يعني. طيب فيها يا حمد، أنا مرات كثيرة يعني من قرايتي لك في أغاصي الدنيا بشعر أنك أنت مشدود لعالم الستينيات. يعني مرات بحصل نتعايش هناك يعني في هناك في كورتك في كده. فشنو العالم ده يعني تشكل فيك الحضور ده لحد الآن يعني؟ والله طبعا مرحلة الستينات دي احنا كنا صبية، لكن انا بفتكر انها دي اهم مرحلة، ما في السودان بس، في السودان وفي العالم العربي وفي افريقيا. يعني دي مرحلة ارتبطت بصعود حركات التحرر الوطني في افريقيا، ارتبطت بأوج جمال عبد الناصر، ارتبطت في السودان هنا بازدهار على كل المستويات، بازدهار في الفن. يعني دي الفترة اللي طلع فيها الشفيع وطلع فيها زكي عبد الكريم والشعراء الكبار. وبعدين كان السودان من أهم الدول في كرة القدم، جقدول وماجد وجكسة وسبي الدودو وكوارتي والمحينة، اللي هم الناس اللي أسا قاعد نحتفل بيهم. يعني الرئيس قبل أسبوع كرم أمين زكي، يعني أمين زكي ده آخر كرة لعبها سنة 70. يعني شوف من سنة 70 وكرة القدم بتنتهي بانتهاء المباراة، يعني من سنة 70 أمين ده خالد في البداية. يعني أنا ذاته يعني بشعر بش إنه أنا عندي الوفاء للفترة دي. أنا شعر بأن الشعب السوداني ده كله عنده وفاء لل، لكن شنو سر الخلود يعني في الغنى؟ نقول غنى الستينيات. نعم. يعني حتى الجيل الجديد غني. نعم. وفي الكورة نقول ماجد وجكسة وجكدول، ما لأنه ده ازدهار وبعديه حصل تدهور وخبأ كل شيء. أنا عندي نص هنا قابلت لي، كان مرة في القاهرة في الشارع المشهور ده شارع فؤاد. هي المرة دي ماشية هي مشلخة ولونها أصفر وزي عمرها 50 سنة كده، و بتشعر بأنها أنا بس في اللحظة اللي شفتها دي اتذكرت نسوان الستينات. فبقول إنه أنا لما شفت المرأة دي اعتراني مس من خدر، وقفزت لذاكرتي مباشرة علبة حراورية، ذلك الصندوق الذي تقدم منه الحلوى في أعياد الفطر في الستينات. تساقط من مساماتي عرق السحل المعيش الآني، وهامت روحي تحت رزاز من صنعها سوحا وتطوافا في أزمنة عزيزة غبرت. تذكرت في لحظة واحدة كل الأشياء والمعاني والتعابير التي اختفت من حياتنا تماما ولم يبق منها إلا بريقها. بدأت أحصي ما غاب من حياتنا، فخرجت بحصيلة وافرة من أنشاء منسية غاب فتيل العطر الذي كانت عليه صورة السيد علي، وكذلك فتيل بنت السودان. ولم أعد أرى الشاف والكوليت ولا الجرسه ولا السلة وكذا منادير الكروشيه الموشات بالحرير الأحمر والقلب النازف والطعم والسهم الطاعن والعاشق النبيل والمعشوق الظالم. صمتت الأغاني الرومانسية القديمة مثل رضيت بالقسم ولي ربي والنار النار يا ظالم، واختفى من قاموس الشعر المعاصر ويح قلبي وليت شعري، وحلت محلها بعد حذفها التعابير الماسخة والعبارات الشوهاء. وكما توارت هذه التعابير ولت شعارات سياسية إلى غير رجعة كطريقة تطور الاشتراك الواضح المعالم، ولم تعد قضايا البروتاريا والكادحين ذات أولوية قصوى في ضمن برامج العمل السياسي. محمد انا نعم. في نفس الفترة دي نعم. كانت تكلمت عن الغنى في الستينيات ولازلت تستمع الى نمط واحد من الغنى الحقيبة وتحبه. نعم. انا هطلع
فاصل اسمع اغنى حقيبه عشان اعدل مزاجك اكثر. جميل. واعود عزيزي المشاهد فاصل ونعود الى هذا الحوار الجميل. قالوا 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 علي الشيوخ بيضوك، قالوا 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 علي الشيوخ بيضوك، صحيح مجنون وانتو ينقل يا حلوين. قالوا بس أغر الليل يا ناس الليل، بس أغر الليل برايا 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 برايا، بس أغر الليل بشوق السنين ممكن بتحسر وشيل الهم، على يوم بكرة كيف حيكون دموعي الدمعة سالة الدمعة وانتو بتقولوا مليون وانا وحقات نظمت في ريتكم، صحيح شكي مجنون. قالوا 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 علي شكي مجنون، قالوا علي شكي مجنون، صحيح وانتو جنون يا حلوين. قالوا 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 علي الشكي مجنون، قالوا علي الشكي مجنون، صحيح مجنون وانتو جنون يا حلوين. قالوا 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 علي الشكي مجنون، مرحبا بك عزيزي المشاهد.
نواصل هذا الحوار الجميل مع أستاذنا محمد محمد خير. مرحبا بك أستاذ مرة أخرى، وأنا سعيد بهذا الحوار. وصلنا فيه محطة الفن والغنى، لكن أنا داير أعبر للسياسة. يعني كما عرفت أنك دخلت السياسة بالصدفة، صدفة كاملة، وأنت الصدفة دي لسه قاعد فيها. أنا داير أسمع قصة الصدفة دخلت بها السياسة دي. أنا أصلاً ما حصل، يعني كنت منظم سياسياً يعني إلا عام 83 اللي هو عام الصدفة. يعني فترة السبعينات دي كلها يعني شغال في الإذاعة وكده، ما عندي اتجاه سياسي، يعني اتجاهي العام زوج شاعر وبكتب شعر وداير حول الفلك بتاع اليسار، يعني اليسار الثقافي ما اليسار السياسي يعني. وكان ممكن أكون بعرف في جينيف تشينكو أكثر من ستالين ولا لينين ولا كده يعني. وطبعا انت عارف انه مرحله السبعينات كان صوت اليسار الشعري فيها عالي جدا، خاصه بعد مقتل سلفادور الليندي وبابلو نيرودا وصعود الروايه السحريه من لاتين امريكا، والكتاب كلهم تقريبا كانوا منضوين تحت لواءات الاحزاب الشيوعيه او قريبين من فلكها يعني. فنحن كنا أسيرين التجارب دي يعني بدون منو، يعني بتذكر منو اللي انتو كنتوا حوله أو بتتحلقوا حوله ولا يعني أنا بفتكر إنه في الفترة دي أي زول كان بيقرأ لبابلو نيرودا كان بيترجم له واحد اسمه ميشال سليمان من المثقفين والشعراء السودانيين من اليسار، يعني كلهم تقريبا يعني كانت لنا معهم علاقات مباشرة، يعني عبد الرحيم أبو ذكرى، كمال الجزولي، بنقرا، عبد الله علي إبراهيم كان في مختفي بتجي حاجاته، بنقرا لعوضة اختفى أنا ما عارف هسه ما بكتب شعر، بنقرا لزروق ودعم مبارك زروق شاعر برضو أنا ما عارف هسه وين، بنقرا لجيل عبد الرحمن، يعني تقريبا كل يعني الساحة ذاته كان مسيطرين. وده علاقته شنو يا محمد بالصدفة دخلتك ال طيب أنا صحيح. بعد تجارب كثيرة في العمل الإعلامي والشعير والكده وناي سافرت عن طريق الأستاذ النور عثمان اللي هو ده كان الزول الرعاني أنا رعاية كاملة، يعني كان واقف عليه نور عثمان البكر، نور عثمان البكر عليه رحمة الله، وأنا بشعر بأنه أنا بناته ديل وأخواتي الصغار وكده يعني حتى اللحظة دي يعني. فأنا مشيت لليبيا بخطاب من النور عثمان البكر لعبد الله زكريا، ولا انا كنت عارف عبد الله زكريا دي شنو ذاته. وصلت عبد الله زكريا عرفت انه عبد الله زكريا ده هو الشخص اللي كتب فيه النور عثمان قصيده الصح والكلمات المنسيه اللي هي اسم من اسامي دوام يعني. وانه عبد الله زكريا كان متبني النور وكده، وبقت بينه وبين عبد الله علاقه قويه جدا، علاقة قوية للغاية يعني. بعدها جيت السودان لوفاة الوالد فمسكوني اعتقلون، لقيت نفسي كنت ما عندي أي اتجاه، بس هو كنت في ليبيا طيب قبضوك على أساس؟ بس على أساس أنه جاي من الوقت ده كان في ناس قبضوهم بمتفجرات وبتاع، بقى أي زول جاي من ليبيا ولا كده بيخدوه هنا. فدخلت سجن كوبر سنة 83 وقعدت لقيت نفسي أنا ما عندي أي اتجاه. ففي الفترة دي سي صادي اعتقلوا حزب الأمة كلها كان ضد القوانين، اتعرفت على سي صادي وبقيت يعني بتقرب له كثير يعني، وهو ذاته ارتاح لي شديد يعني. بعد ذاك كان في المرحوم سيد أحمد خليفة جابوه من جدة لسجن كوبر، وطبعا ده راجل قريبي فابتدي يعني عرفته قريبك في السجن؟ عرفته قريبي في السجن. جاتنا زيارة مشتركة قام بها ولد خالي استشهد في كاجو كاجي اسمه اسماعيل ابراهيم عثمان. ف بقت بيني وبين سيد احمد علاقة قوية جدا، وابتدى يقول لي انه يعني انا في تجربتي السياسية زمان بيقولوا عاش الصادق امل الامة، فاسا الان الامل ده اتجدد، وانه الراجل ده حيلتف الشعب السوداني كله حوله وبتاع،
والوقت ده هو بيكتب في السجن في برنامج نهج الصحوه. انا من اوائل الناس اللي ادوني دكتور عمر نور الدايم البرنامج ده عشان اقراه. وبالمناسبه انا كنت دارس اسمي بيت نهج الصحوه بعد ما بعد الانتفاضه. لكن قامت امه وصلت لي عادل عبد الغني المحامي واثنوني على الاتجاه ده. وعادل كان تبريره انه يا اخي انت اصلك زول مقلق وزول عابر محطات سايب، انت حتسيب الصادق المهدي وحتختلف معاه وحترجع للشعر تاني وما عندك علاقه بالسياسه وكده. وبعدين فاسس استدركت كلام عادل لان الناس كنت حاسب مال الاجنده الوطنيه. فانا اول حزب سياسي تنظمت فيه حزب الامه، وعن محبه مش عن قناعه بنهج صحوه ولا برنامج سياسي، بس عن محبه. يعني انت بالامام ده قلت شعر؟ نعم كده يا احمد لو بتتذكر كتبت شعر. انا لما سافرت مهرجان المربد من هنا يعني كان كل الشعراء العرب بيمدحوا صدام حسين، فانا قمت مدحت الصادق المهدي. ده اول مره امدح الصادق المهدي. مدحت الصادق المهدي وطلعت في الميكروفون وقلت لهم اخواننا الرئيس الوحيد في العالم العربي الاسى هو منتخب ديمقراطيا وقام نظام حكم ديمقراطي وناضل للديمقراطيه وبتاع هو الصادق المهدي، فبيستحق السنة. في بعض الناس كده صفقوا لي وفي بعض البعثيين كده حمروا فيني. فقلت له تباهى السعاد بضوء اللجين، ما انا كاتبه في العراق. تباهى السعاد بضوء اللجين فانساب قلبي كما الرافدين، بهدي الامام نجيء اليك بلا نبض قلب ولا ضوء عين، ونسكب فيك المحبه لهفا سيدي فالمحبه دين، يسموك اهلي سيدهم وسميك وحدك بالسيدين. جميل جميل. دي ثاني ما عملت قصيده في سياسي؟ لا 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 اصلا. بعدين مرقت من السجن وانخرطت في حزب الامه وعملت على الله وبقيت يعني انصاري حداثي. وقامت الانقاذ واعتقلت وانا في صفوف حزب الامه في العمل السري لحزب الامه. الوقت ده كنت في التلفزيون؟ وكنت في التلفزيون واعتقلوني ورفضوني واعتقلوني وكده، وقعدت يعني زي سنه ونص متواصله في السجن، ومرقني الصادق المهدي ذاته للقاهره، وانتظمت وسبت السياسه والتنظيم في الاحزاب نهائيا سنه 95. وحاجرت انا بتذكر يا احمد. نعم. مغوله للمرحوم الصديق الشامي. نعم. في الحياه بتاع السجن دي. نعم. ذكر مره قال المتسجن محمد خير متسجن. شنو من العباره دي ولا جات من وين؟ والله طبعا انا كنت في السجن يعني زول بعمل نكت، وبعدين بيستخلص لي يعني نكات من المواقف ذاتها، وبعدين كنت بيطلعوني انا بمشي بستلم التعيينات بتاعت المساجين بتاعت المعتقلين يعني اللي هي لحمة وبيض والخدار والكده و... تمشي الجزر يعني؟ لا عيب أكون بمشي الجزر. بختار اللحمة وكده يعني. وبعد ذاك يعني بنرفع الروح المعنوية للناس يعني. وكنت بنظم لي زي لغاء كله 15 يوم بنظمه أنا واحد اسمه سعيد الأقرع، واللغة ده بيكون هو في شكل ندوة لكن ما بالطريقة الكلاسيكية كده في انه يزوج زول يقدم ندوة ولا كده، وبتتخلل النكات وتعليق على المواقف و كده. يا احمد سمينا هي اسم الحكاية. طيب اتكلمتنا الحكاية الظريفة جدا ضحكت الناس شديد. عندنا واحد من اخوان الشيوعيين كان مسكوه، ولما مسكوه كان زوجته حامل لها 4 شهور. بعدين في الانغاز هاي في الانغاز هاي كنا لكلنا على يقين بانه نحن حنمرق من السجل ده ابطال، وانه الحكومه دي حتكون 6 شهور. حتى كانوا ملقبينها بلوحه التلج. فقمنا تمينا السنه الاولى ما في تلج ذهب ولا كده. بعدين بعد 6 شهور جونا ضباط
كمية كبيرة جدا قريبة 70 ضابط. عرفنا انهم كانوا داير يعملوا انقلاب ومسكوه في مهده قبل ما يقوم. واحد لواء بيقول له محمد علي حامد. فقام محمد علي حامد ده قال والله يا اخواننا بصراحة دي اخر محاولة في الجيش. يعني بعد ده نحن العسكريين ذاته هنكون معتمدين عليكم في العمل السياسي. والعمل السياسي طبعا الزراع والعمل النغابي وده الضرب لانه النغابين كلهم كانوا قاعدين في كوبر. فقام صاحبي ال شاف مرته ولد وابتديت تجيب له الولد في الزياره. يوم الضابط ده قال لنا الكلام ده كانه عملنا في السجن زي 16 شهر. الولد سنونه قامت. فجيت لقيته بعد الزياره زول عادي بعد قابل زوجته واولاده بكون فرحان يعني وضع الطبيعي يعني. فانا لقيته الزول ده يعني وشه متغير ودبرست بشكل فظيع جدا. قلت له يا زول مالك؟ قال لي يا محمد يا اخي الناس دي شابكين لوحة تلج وما لوحة تلج والحكومه دي كلها عمرها 6 شهور وكده ونحن هسه تمينا 18 شهر وانا ولدي سنونه قامت. قلت له والله عليه الطلاق الجماعه دي لما يفكونا يكون ولدك ده كايس له طقم. وهسه بعتقد انه ولد يكون كايس له طقم. وهو كانت يعني مثلا برضه من الشخصيات الطريفه جدا في السجن المرحوم خالد الكد. خالد الكد بيجيبوا لنا الناس المحاكمين جنائيا بكون باقي لي شهرين او 3 جاي بيقوم خلوه يشتغل مع المعتقلين بغسلوا وبكوا وبنظفوا العنبر ونايم كده ما نديهم سجاير ونديهم حاجات. فقام مره غسل لخالد وكواليه وهو ده زول بتاع سلب ونهب وتخين كده وشكله مخيف جدا. فقام نادى خالد قال لي استاذ قال لي يا اخي انا في جلابيتك دي قلت لي ورقه 100 جنيه. فقام خالد مسكه قال لي طيب انت يا اخوي قبض انك في شنو؟ زول بتاع سلب نهب برجع له قروشه. كلمتني برضه عن شخصيه صلاح العالم. صلاح العالم. صلاح العالم ده ريحانة المعتقلات. يعني ده رجل مدرماني وبعدين من ال الشيوعيين القدام ويعني بيخلق النكته من السياق ذاته يعني. وبرضه بيقدم يعني برامج كان في السجين ونكات وانا وهو برضه كنا شكلنا ثنائي متفاهم جدا مع بعض يعني. ورغم الاختلاف السياسي ورغم التوجه المختلف لكن لما اضرب له تلفون او هي يضرب لي تلفون يعني بكون في دفء ومحبه شديده جدا. برضه في التكريم بتاع استاذ احمد الله عبد القادر لقاني واحد اسمه عبد الرحمن سالنتوت برضه من اخوان الشيوعيين وكنا برضه يعني بننكت في البيوت اللي كنا معتقلين فيها سوا يعني نكات كده ظريفه. فمسكني سجلتني كده وقال لي الخير انت كان واحد من الناس الامن لما يجي هنا داخل الغرفه عايل لي كده يقول لي الخير. طيب يا محمد في التجربه دي ذاتها انت يعني مرات سمعت لك عباره كده انه السودان ده كله حوش واحد. دخلت من حزب الامه ومشيت للاتحاد الديمقراطي طلعت من الدخان الديمقراطي كنت قريب لليسار يعني اللفه داخل الحوش السوداني ما اثرت فيك اصلا من يعني والله من شوف طبعا انا قلت لك انا اصلا يعني دخلت المساله دي بالصدفه سنه 83 على يد السيد صادق المهدي وخرجت منها بقناعه انه الموضوع ده كله يعني هو حزب واحد. يعني انا اقول لك ابسط مثال عشان توري انه الموضوع ده هو موضوع واحد. المرحوم فتحي شيلة كان الناطق الرسمي باسم المعارضه في فتره بقى الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني واجاد المساله دي بسهوله شديده جدا. يعني ما لقى اي صعوبه في انه لانه هي المفاهيم واحده والمنطلقات واحده. التمايز ده ذاته انا دي خلاصه انا طلعت بيها. انا هسه فكريا كده بأيد عمل جبهوي
واسع بس ما معارض نفسه، منسجم مع نفسه. دي التجربة طلعت بها أنا من 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 التنقلاتي دي. يعني أستاذ محمد أستاذنا في الخروج لفاصل ونعود مرة أخرى لهذا الحوار الممتع. عزيزي المشاهد فاصل قصير ونعود نواصل الحوار. مرحبا بكم مجددا عزيزي المشاهد. نواصل حوارنا مع الاستاذ محمد خير. محمد، في محطة مهمة جدا في حياتك، هي محطتين لكن حبدا بالغاهرة. يعني بعد طلعت اظن بداية التسعينات الى الغاهرة، كانت الغاهرة الوقت ذاك يعني فيها كثير من المعارضين والفنانين والادباء والشعراء وكذا قاعدين في الغاهرة، لكن الغاهرة نفسها انا داير اشوف اثر فيك انت كمحمد، يعني في الكتابة. شنو اللي انت عشته الوساطة الثقافية المصرية؟ أظن أكثر من عشته وسط المثقفين السودانيين. فشنو الأثر في الكتابة؟ يعني كلمتنا عن حمد أبدومة وكلمتنا عن مجموعة من الناس كان عندهم أثر في كتابتك. أنا والله أنا بفتكر أنه رغم الفقر الفظيع والمعاناة الشديدة جدا اللي عانيناها في القاهرة، لكن أنا على مستوى النص استفدت استفادة كبيرة جدا من معاشرتي لكتاب وشعراء وصحفيين في القاهرة مصريين يعني، وامتدت الصلة دي لحد الآن. يعني أمس أنا كنت بتكلم في تلفون مع عبد المنعم رمضان، شاعر كبير يعني، واستفدت من خفة دم الكاتب المصري في الكتابة اللي بتكسر العمود الصحفي من الغتامة والجمود وتدخله لرحاب عالم فيه فكاهة، فيه إسقاطات فلسفية، وفيه ظلال أدبية، وضمن فهم سياسي. استفدت كثير جدا من الكاتب الكبير المرحوم محمد مستجاب، وكان عندي به علاقة شخصية وبقابله يعني 3-4 مرات أنا ومحمد الإصباط في مقهى اسمه زهرة البستان. واستفدت كثير جدا من شاعر الكبير محمد أبدومة في القصيدة يعني ما بعد الحداثة. يعني بتحفظ حاجة يا أحمد من محمد أبدومة؟ والله يا ريت، لو كنا قاعدين بغادة كنت جبت ديوانه، لكن يعني أحاول كده أقول لك مقطع من قصيدة أنا عجباني جدا، بيقول عيناها كفارة ذنبي تحتاجان لقلب، شفتاها تحتاجان لقلب، فحصوا بعد إذن كم كي أحويها، أحتاج لأفئدة يا رب العشاق أنا كم. سلام جميلة. محمد، يمكن تجربة الغاهرة دي يعني أثرت فيك من ناحية ثقافية، يعني أثرت في تكوينك الثقافي، لكن داير امشي لتجربة كندا. يعني انا داير خلاصة التجربة بتاعت كندا، شنو الحكمة واللسون اللي طلعت بيه من تجربة غربة في محجر بعيد زي ما سميتها عمودك انت في اغاص الدنيا؟ شنو طلعت بيها؟ والله شوف، طبعا انا كندا في الفترة الاولى كنت منبهر بيها كعالم اول، لكن بعد ولحسن حظي انا ما اشتغلت يعني الشغل الكاجوال، يعني اللي هو تقريبا 80% او 90% من الناس شغالين، زول مهندس يكون شغال في طرمبة البنزين. يعني دي ساعدني الطيب فالح والمرحوم محمد الحسن احمد. يعني انا جيت كندا وبعد 3 شهور مشيت لندن واشتغلت في الام بي سي، واخذوني مراسل ليهم من هناك وتوسع شغلي. المساله دي انا اتحت لي فرصة في إنه أدخل في المجتمع الكندي ذاته والجاليات العربية والمايرز العمد وأشتغل صحفي يعني. فعرفت حاجات ما كانت متيسرة للسودانيين. خلاصة التجربة اللي أنا طلعت بيها أنه الغرب ده
بيجيبك انت واسرتك وبيصرف عليك وبيديك الجنسيه وبيعمل لاولادك كده. في النهايه بالعقيده الراسماليه هو عايز يستثمر في اولادك، ما عايزك انت، ما عايزك انت، انت زول ظل ساي، وعايز اولادك ديل يذوبوا ثقافيا وفكريا وجوا المجتمع الغربي المحدد ويعتنقوا معتقداته ويتزوجوا، وبعد ذلك هم بينظروا للجيل اللي بعديه. انت كان عندك خطه مضاده؟ انا عندي خطه مضاده. انا يعني على اغتباء الدين ذاته جوت في المرحله دي، وطلعت بمفهوم اخر، انه العلاقه الزوجيه اذا ناس عندهم اولاد وعايز يطلعوهم سودانيين او عرب او مسلمين لازم يكون راي واحد، عشان الاولاد دول في سن المراهقه ما يخترقوك انت عن طريق امهم ولا يخترقوا امهم عن طريقك. عندك كم من الاولاد يا حمد؟ ثلاثه. وبت ايوه هو لا عندي ولدين وبنت. فانا يعني تقريبا كنت متفرغ تماما للكتابه والعمل الصحفي وتربيه اولادي. وبشعر بفخر كثير جدا انه انا طلعت بنت يعني مسلمه وعملت دراسات وعملت ماستر في الحركات الاسلاميه واستاذه الان في جامعه امريكيه، وما بشعر بغربه في الحديث معاه لما تيجي تتكلم عن الاسلام، بالعكس بشعر بانها هي فاتتني كمان انا ذاته وكذلك الاولاد يعني. فشعرت بانه انا هزمت الخطه بتاعت الغرب في انه على الاقل انا قدمت لهم نموذج بتاع اولاد هم ما حيستفيدوا الا من اولاد اولادهم. مصطفى سعيد برضه مصطفى سعيد عمل كده مش كده؟ بالظبط بالظبط. نعم داير اقول لك يا محمد، كان في تجربه اظن انت شاهدتها واجب على تجربه الشيبون. ايوه والله. طبعا انا المرحوم كمال شيبون ده من اعز اصدقائي، ويمكن انا هسه عزوفي عن المشي لكندا، ما عايز امشي عشان ما لانه انا كندا رابطه بي كمال شيبون. انا كمال بتربطني علاقه باخوه عبد المنعم شيبون الاذاعي الكبير، وتعرفت به في السبعينات وهو طالب في المجر، وجيت لقيته في كندا وتقريبا هو كان الضلاله بتاعتي يعني. فشيبون ده هو كان عايش حياه عاديه وطبيعيه الا 11 سبتمبر فقير هاي لحد 11 سبتمبر. الزول الوحيد اللي استفاد من المسلمين كافه من احداث 11 سبتمبر هو كمال شيبون، لانه السعوديين والخلايج الموجودين في امريكا خافوا من استثماراتهم بيوتهم في امريكا، فبقوا يشتروا بيوت في كندا، وهو شغال في المجال العقاري يعني كان كل سنه كده بيبيع له بيتين. فجاء سعودي اشترى منه عن طريقه بيت وكلم باقي السعوديين، ففي ظرف سنه شيبون ده كان عنده ملايين الدولارات. اول عمل عمله شيبون ده رحمه الله عليه اشترى 10 مغابر، لانه الزول الموجود في كندا الحكومه بتصرف عليك لحد ما تخش القبر يعني، يعني القبر ذاته بيشتروه بقروش يعني، ما من اي حته جيت تعمل هناك. وفي بعض الناس اللي بيكونوا شغالين اعمال بسيطه وما بيتغاضوا قروش من الحكومه، بيبقى ارخص انه يشيلوه في طياره يوديه يدفنوه في بلده. وشايبون ده اشترى العشرة مغابر دي، شاء الله سبحانه وتعالى انه اول قبر يكون يعني ضمن خطه شيبون يكون هو ذاته. رحمه الله، رحمه الله عليه. محمد انت عصرت كثير من الشخصيات ممكن احتكيت بها كده، انا دار اسمع منك شهادات حول هذه الشخصيات. الشخصيه الاولى العميري. العميري دي طبعا صديق يعني صديق التوقد، صديق الجنون، صديق اللحظة العابرة واللحظة المستديمة، و صديق الجاهلية الأولى برضه؟ نعم. يعني أنا هو تقريبا 87 88 89 لحد ما مات ما افترغنا 10 دقائق. كان معانا مأمون العجيمي وخطاب حسن أحمد والمقداد شيخ الدين اللي هو هسه في وضع كبير جدا في ساعة صوت امريكا،
وكان عندنا يعني سالوس زي ده يا بنكون في ابروف يا في بيتنا في الفتحاب. وكان يعني اسبوعيا شنو ميزتو يا صوت يعني ولا يعني عميري ده اول شيء درامي رفيع وصاحب رؤيه في الدراما ومغني وعنده اختيارات بينكت في اغاني التراث وبيقدمها بوجه جديد زي لما خير الضول على الاريال زي تجربته مع سميه حسن يا عيون المها يا عيون يعني قدم حاجات كده اندثرت في الفن القديم تيه بتاكه مراد وسغام مغلو الفتاكه كنت يعني بتغني انا انا شخصيا كنت قاعد اختار ليه يعني انا عاسه بتاعت وضع الرضي دي انا اللي حرضته عليها انه حقه يحيى ويعمره من جديد وكده وما بيستعين بالموسيقيين بعلي نور الدين بيوقعوا كده وبتاع وكده وبتطلع اغنيه بعدين مثلا بيعمل حاجات في لحظتها يعني انا بتذكر مره كنا قاعدين في بيت واحد صديقنا كده دي حاجه طريفه من طرف عماري فقام الولد اللي بيشتغل معاهم في البيت قام داير يمشي فقام الراجل قال له خلاص انت انتهيت ما قدرت تشتغل ثاني قال له وما زاته اصلا ما في شغل بالليل فعماري ده طوالي مسك ال 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 الترابيزه وابتدى يغني وزاته زاته ما في شغل بالليل انينا ثاني ما عندنا شغل بالليل انينا ثاني ونحن نشير معه ما عندنا شغل بالليل طيب يا محمد اكيد خالد الكد رحمه الله عليه وطبعا رجل ام درماني اصيل ورجل يعني شنو وجهه ما عارفينه الناس وجهه ما عارفينه الناس خالد الكد انه هو اصلا ضد الانقلابات العسكريه رغم انه هو ارتبط بانقلابين بانقلاب الكد ذاته وبانقلاب مايو وبالانقلاب ضد مايو لكن هو الزول مفطور على سجية ديمقراطية للغاية ومدنية خالص بدليل انه من ملازم اول وهو دخل السجون دي وطلع ومشى قرى من جديد لحد ما عمل بيت دي في انجلترا وروحه روحه كانت روح كان كلمتان ونكتي وبعدين حافظ اي طرفة في ام دربان اي شخص في ام دربان تسأله منه خالد الكد يقول لك ده فلان وفلان كان في الحته الفلانيه البتاع وبعدين سوداني يعني بتشعر بانه يعني انا شرفني قبل موته باسبوع انه كان نازل معاي في شقتي في الغاهره وحتى الـ الكتاب ده الاهداء انا عامله ليه وعامله ليه في شكلي بتاع يعني قصيده مرسيه جاي بس مقتطف منها يعني بقول له لك يا سندي وزندي ووجعي وصامولة فؤادي فما زلك أبكيك بالشجن الهتون والدموع الحوارق والحزن المشع هل تدري أنك أني أنت الوعد أنا الموعود أنت القصد أنا المقصود أنت العنب أنا العنقود أنت الكد أنا المكدود جميلة نعم جميلة شخصية كنت قريب لها في فترة من الفترات نعم مجذوب الخليفة مجذوب الخليفة ده أنا بفتكر إنه رحمة الله عليه ده أذكى بني آدم أنا قابلني في الكون وحتى أنا لما هو توفي والميتة يعني الفجائية دي أنا كتبت مرسية اسمها أنعي لكم ديوان الذكاء تحفظ منها هاي ما بتذكر والله كويس لكن موجوده في الكتاب بتاع المراسل اللي عملت لدكتور مجذوب ده رجل من اذكى السياسيين اللي انا قابلتهم في حياتي وبعد ده عنده همه عاليه جدا وغراءه وبعدين بالمناسبه انا يعني مجذوب ده حطم لي النظريه بتاعت انه فلان ده متعصب وفلان ده متطرف يعني يهودي دي بيجو يعني معروف بقى اخوانا الاسلاميين انه فلان ده هارد لاينر خواجاته تقول له وده متعصب وده اصولي وده بتاع انا كسر لي النظريه دي مجذوب هو موصف بانه زور هارد لاينر وكده لكن يعني بتقعد معاه وبتشعر بانك انت امام صرح انساني سامق يعني
انا دا اسمع منك يعني حول ابراهيم اسحاق. ابراهيم اسحاق ده انا مرتبط بيه من السبعينيات، وانا اكاد اكون من اوائل الناس اللي كتبوا عن روايات وحدث في الغريه وعمل الليل والبلده. وبفتكر انه رجل ظلم اعلاميا وانتاجه ما بيوازي شهرته، يعني لقى نصيب ضئيل جدا من الشهره. وانا عزيته لحاجتين، الحاجه الاولى المركزيه الثقافيه العربيه ما بتسمح باي قبول غير منصه مصر والشام. يعني انت لو متذكر عبد الخال فاز بترمي بشرر في البوكر، الروايه دي اتكتب عنها مقال واحد بس في كيكا، وتعاملوا معاه بتآمر شديد جدا لحد الناس ما نسواه. جات البوكر اللي بعديها بس لانه هو من السعوديه ما من المركزيه العربيه دي. السبب الثاني انه ابراهيم اسحاق ده من قبيله يعني الزول فيها يا يكون تاجر يا فكي، هو تعامل مع الادب كفكي بزهد وما بيرجو منه اي نفع، وما قام بحمله علاقات عامه لمنتوجه الروائي، وبالتالي بقى يعني معروف في اوساط النخبه. محمد احنا طوفنا في وجوه كثيره جدا، لكن في وجه انت عرفته مؤخرا هو اهتمامك بدارفور والتصاقك بكثير من الشخصيات الدارفوريه وبقبائل دارفور وكده. انا درس منك كلمتين حول الوجه ده. والله انا دارفور دي يعني في وجداني، يعني انا في بداياتي الادبيه اصدق اصدقائي ابراهيم اسحاق ده وعالم عباس، واحد اسمه يوسف ادم بكر بيكتب قصه قصيره. يوسف ادم بكر ده صديقي شديد جدا، وكنا بنتبادل كتب سوا وقراءات سوا وكده، فارتبطت من بدري جدا بدارفور. لما قامت الاحداث دي انا كنت شغال في قناه العربيه وكنت في دارفور اصلا، مشيت دارفور. فمعسكرات النازحين دي اتبنت وانا موجود، يعني قامت وانا موجود في معسكر كلمه، وجيت الفاشر ثاني، وجيت بعد ذاك بقيت يعني زي متخصص فيها. وبعد ذاك لو انت كنت في الجبل بغاية دي شفت المكتبه بتاعتي، تقريبا اي شيء يتكتب عن دارفور بالعربي والانجليزي انا اطلعت عليه. شنو اجمل الحكايه سمعتها عن دارفور؟ انت عندك ادعاء بانه عندك كلام انه يعني كل شعب دارفور ممكن يبقى روائي يعني. نعم انا بفتكر انه شنو من الحكايه سمعتها؟ يعني مثلا في مثل شعبي بيقولوا الفور في الظروف الشديده، يقول لك الم الحار ولا لعب قونج. بعدين يعني مثلا في مثل شعبي ثاني في انك انت لازم في العمل السياسي تنكر، يعني ما تظهر وجهك الحقيقي. فبقول لك نكران وليدي السمسم دربه شقوق، يعني درب السمسم ده شق، يعني انت ما ابقى زي السمسم. نحن حمد مشينا من درمان للقاهره لغاس الدنيا الى دارفور. انا سعيد بهذا اللقاء. والله انا سعيد يا اخي، واهني يا هنا بالعيد، واتمنى انه السنه الجايه يطلع علينا ويلقانا احسن حالا ويكون البلد في حاله وفاق. وانا بقول في تجربتي السياسيه والادبيه والشعريه انه انا دخلت السياسه من عالم الادب، والادب عالم بتاع رحابه عكس السياسه وده عالم خصومه. لكن الان نشاعر بانه الادب والسياسه ابتدوا يتجاوروا مع بعض، فادعوا لهم بحسن الجوار. شكرا لك يا احمد، وانا سعيد بهذا اللقاء. عزيزي المشاهد، كانت هذه حلقه من حلقات وجه اخر. ان شاء الله سنلتقي غدا في حلقه اخرى من حلقات هذا البرنامج، وكل سنه طيبين. مرحبا بكم.